بتقول له مياو الغاز، لا مياو في حريقة. والله إنه البسة حست. يا إلهي. قبل ما نبدأ الفيديو يا أصدقائي، لا تنسوا تعبروا لي محبتكم، تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، وتعالوا نبدأ الفيديو. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يكون بخير، طمنوني عليكم شو عاملين. تذكرين آخر مرة يا أصدقائي كيف باربي صابها هستيريا من كتر الفرحة وماتت؟ اليوم رح نحاول نكمل نشوف إذا بنقدر نخلي باربي إنها ما تموت ولا لا. فتعالوا نشوف إذا داستن رح يقدر يخلي باربي إنها تضلها عايشة ولا خلص رح تموت، ونكمل التحدي مع داستن لحاله بدون باربي. بعد الصدمة اللي عشتها، يعني أنا عشت تروما بصراحة من ورا الهستيريا اللي صابت باربي. باربي عشان ضلها مبسوطة وتضحك وهيك بكتنا كلنا، البس بتبكي، داستن بيبكي، المطر بيبكي. أيوة أوكي، عم بحاول قدر الإمكان. شوف كم مرة كبس على جريم. جريم لو سمحت نكمل التحدي، لو سمحت لو سمحت لو سمحت. أوكي أوكي، ياي داستن أنقذ باربي. طيب متى رح تصحى؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش بيعمل؟ بسم الله. اوه اوكي، باربي المشعة، باربي تحولت للمبة يا اصدقائي. طيب ياي باربي عاشت، الحمد لله. ايوه فيري هابي داستن، فيري هابي. انا كمان فيري هابي مع داستن. شكرا جريم ريبر، شكرا شكرا انك سمعت كلام داستن. اول مره بالحياه يا اصلا عمري ما جربتها. ايوه فرحان. كيوت داستن، كتير كيوت. اوكي رح نروح نحضن باربي، نحكي لها الحمد لله على السلامه، خفنا عليكي. مش بس خفنا، خفنا وبكينا حتى البسه طلعوا كيف ملزقه بباربي. الحمد لله على السلامه باربي. باربي بتحكي له انت بطل، انقذت حياتي. بحكي لها انا كنت خايف عليك كثير. راحوا من عند الاغاني، انت كان الفن نازل عندك. اه الفن عندك هلا حيتدمر لانه احنا من الخوف، يعني ما توقعش في فن. اه عم برقصوا عشان الفن، حلو ان شاء الله يرتفع الفن عنده. باربي وداستن برقصوا بديش، واتوقع الفن ارتفع. اه انت بدك تطلقي، بطلت اعرف احكي لانه اجا جريم ريبر شايفينه. تتسلق على جبل وانت قبل شوي راجعة من الموت، ارحمينا شوي يا باربي. دسن حسيته انه قاعد بحكي لجريم ريبر انه انا هيني عم دير بالي على باربي، لا تاخذها روح. يا ماما صوته. كيف تتوقعوا الباك الجديد يا اصدقائي تبعت لايف اند ديث؟ شو الاكسبكتيشنز تبعتكم؟ انا تناقشت في الموضوع مع دي وحكت لي انه يعني ممكن يكون في زومبيز، ممكن انه يكون في عندنا كاريلا جريم ريبر. لسه ما اجت الليكس تبعت الباك، بس انا كان خيالي اشي تاني بصراحة، ما بعرف. تخيلت انه ممكن في انواع موت جديدة تكون بتضحك، مثل الهستيريا اللي صابت باربي قبل شوي، ممكن انه تدعسنا سيارة. هي داستن برقص، باربي اشت ترقص كمان. اوه يا سلام يا سلام، رقصة باربي حلوة. زمان واحنا صغار كان في لعبة اسمها برادز، ما بعرف اذا في حدا منكم بعرفها، كان في لهم كمان على يوتيوب هيك اغاني ورقصات. فانا واختي كنا نقلد الرقصات تبعتهم، كنا حافظينهم كلهم هم واغانيهم، نضلنا حاطين الفيديو ونقلده لحد ما نصير حافظين الرقصة. بعدين نروح نعمل شو لماما وبابا انه شوفوا احنا بنعرف نرقص رقصة برادز وهيك. كانت ايام حلوة بصراحة. هاي البسة حتى عم ترقص معاهم. اهم شي الفن ارتفع، الفن ارتفع الحمد لله. شكرا لكم انتو. داستن لساته مصر انه بدي اضلني ارقص، ما بدي اروح على الشغل، انا كسلان. يلا على الشغل، يلا يلا عشان البيت يصير حلو. الاضاءات اللي حطيتهم على الشبابيك بصراحة ما توقعت يطلعوا حلوين، بس كتير حلوين. عمل التوصيل تبع الميل كان ناسان اذا انتبهتوا، بس انا كنت احكي اشي تاني فحكيت متأخرة انه كان مطلع فوق راسه مقدم. اوكي هلا عم بشوف شغلات اللي باربي باللايف ستيجز تبعتها او بالمايلستونز تبعتها، انه هي حابه تتزوج ويصير عندها اطفال وهي القصص. اوكي خلينا نحاول نبيع الاشغال اليدويه اللي عملناها، بعناهم والله هيك بسرعه. حلو نعمل ستوك.
بس عم بيعهم بأسعار رخيصة ولا لا؟ آه 100% لأني عملتهم. أنا بحكي كيف انباعوا بسرعة، يعني مش طبيعي السرعة. خلينا نجرب نبيع الضفدع. في ضفدع هون شايفين، ما أحلى عينه صفرة وبتضوي هيك وبتطفي لما يرمش. بدكم ضفدع؟ أسوأ مني سوق لضفدع. بحب سوق لضفدع أصلا. هاي في ضفدعين عينيهم صفر حلوين، بيحكوا تربت 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 تربت. أبدا أبدا ولا حدا. أو طلع لنا إنه داستن ممكن إنه يتورط في ماني، في مال فاسد، أو إنه داستن عمل انفستيجيشن لأنه شك إنه في فلوس طالعة من مسربها اللي لازم تكون فيه. فداستن عرف إنه في فلوس عم بتروح على أماكن مجهولة، في إشي غلط في الشغل عنده. فبحكي لنا إيش ممكن يتصرف، يرجع الفلوس كلياتها ولا إنه يضيع الورقة اللي بتثبت إنه في فلوس بتروح وبتيجي بطريقة غير نظامية. فحكينا لأ، خلينا نخسر الجاب تبعتنا، وللأسف هينا انطردنا من الشغل. مش مشكلة، لا تزعل يا داستن، أهم شي ضميرك. داستن انطرد من شغله صح، بس أنا خليته يشارك مع ايجنسي للتمثيل لأنه هو أصلا عنده فيم، هو مشهور، بس إيش سبب الشهرة تبعته؟ أنا لهلأ مش عارفة أعرف. راح أخلي أنا هيك ممثل ك يعني زي كأنه سمحنا الإشي من فيلم باربي، نعتبره هيك الموضوع. بعيط داستن مسكين، حزين حزين على فراق العمل تبعه، كان يشتغل في البزنس. يمكن هو بزنس مان مشهور، بس كيف بينشهر البزنس مان؟ من الاشياء اللي انا اخترت ولا لا؟ ايش هذا كمان؟ في حدا مجهول بيحكي انه هو معجب في باربي. يا عيب الشوم، ترى مخطوبة باربي عندها داستن. اوكي احنا لويال، ما منخون حدا. معنا شوية فلوس، فبدي اشوف له هاي الستيشن تبعت ريكوردينج ستيشن، بركي صار يعمل اعلانات. لانه بتتذكروا كان يجينا تليفونات المره الماضيه وهيك، انا بدهم نعمل ريكوردينج. اسعار خياليه، ليش ايش في هون؟ اوكي خلص، رح نجيب له مكتب ولابتوب مبدئيا. لابتوب ضل معنا شويه فلوس، يمكن يجيبوا لنا كرسي، يمكن لا. كرسي اطفال لانه زهري، حلو لا بقى مع المكتب، بس يعني كرسي اطفال. باربي نامي نامي نامي، باربي ضوي احمر مسكينه، ناقوس الخطر. نامت ثانيتين، قامت نشيطة وهي ميتة نعاس. تبل علينا باربي. يا ولك نامي، وهي البسة كمان راحت تنام. داستن صحي بده يروح على الحمام. خلينا نخلي داستن ليفل 2 بالفتنس، فبس يخلص النيدز تبعته رح نوديه يعمل جوجينج. صح الدنيا مطر، بس فيش احلى من المشي تحت المطر. صح، بمناسبة المطر والجو، كيف الجو عندكم يا أصدقائي؟ إحنا الجو عندنا كتير حلو، بدينا على الخريف وأجواء الخريف. بالنسبة لي الخريف كتير فصل حلو، بغض النظر إنه بتساقط شعري وبصيبني شوية اكتئاب من الخريف، بس الفايبس اللي بتيجي مع الخريف حلوة، إنه أوراق الشجر، الألوان، الجو كيف بصير حلو، بتصيروا تقدروا تمشوا بالليل، تطلعوا تقعدوا على البرندا. البيت بشكل عام بيعطيني نفسية أحلى. في بيت كمان عم بجهز لكم فيه، بيت الخريف، جهزت لكم إياه في الوقت اللي عم تنزل فيه الكتس الجديدة، فرح تلاقوني إني أنا خلطت خريف مع الكتس الجديدة، وكل كت أصلا إلها فايبس مختلفة عن التانية في البيت. عجق شوي بس إن شاء الله بتمنى إنه رح تحبوه. داستن رح يعمل جاجينج، واو ما شاء الله ما أسرعك، صار ليفل 2 بالفتنس، حلو خلص هيك خلصت المهمة اللي عندك. نشوف المايل ستون تبعونه ايش بده، هو نفس الشغلات اللي عند باربي. اتوقع انه هاي اللي هي فطرة الانسان الطبيعية عاملينها كمايل ستونز، انه ايش الانسان بالطبيعة، الاشي الطبيعي اللي رح يصير معه، انه هو يكبر، يشتغل، يتزوج، يجيب اطفال، بلا 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 بلا، هاي القصص. خليه يروح يعمل شاور لانه عفن فطس من الجوجينج. ديسلاكس فتنس، مين سمح لك؟ لازم تحب الفتنس. خليه يروح يتحمم بعدين ينام. باربي كل هذا نوم يا حبيبتي. يا داستن راح نام وهو مش بتحمم. يا مقرف يا مقرف يا مقرف. التنين صاروا خضر، التنين ما فنين. رح هلا في حيصير معركة على الشاور. باربي روحي انتي على الميل وهو خليه يروح يتحمم. داستن استغفر الله. طيب خلص داستن، خلي باربي تروح تتحمم.
أنا معفنة. حلوة لبس الدستن صح؟ بحس القميص هيك الواسع على الشباب حلو. ليش تأكل بوظة لما في أكل بالثلاجة؟ والله في أكل بالثلاجة. باربي بتصرخ أوه وبتغني يعني. أنا في بصوتي باحة فما بزبط معي أغني. أنا لو أعمل زي باربي ما رح تسمعوا صوت. هاي دستن عم بطبخ، البسة إجت. طب ليش ما بتاكلي يا بسة صح؟ هاي بتقول له ميو، الغاز لا ميو، في حريقة. والله إنه البسة حست. يا إلهي باربي انقذي دستن زي ما انقذك. بسرعة 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 باربي. طب انت اطفي حالك. ايش هالعين المنحوسة هاي؟ باربي قاعدة بتخيط بتعمل كروس ستيتشنج. يا حبيبتي شب فحم. لا داستن فيري تنس. والبسة الملقوفة حكت انه رح يصير اشي لانها حكت انه الغاز لا. بكير حبيبتي باربي. خلينا نشوف البروفايل بما انه داستن انقذ باربي. ما في شيء. توقعت انه يكون انه هيرو او هيك انه لايف سيفر. روحي كولي. حلو تسريحة باربي لبستها هاي. هاي لبسة جديدة ما اتوقع انه شفتوها قبل هيك. انا بحب هذا اللبس، بحب انه يكون في اشي سادة بعدين هيك لون. داستن مرعوب لانه كان شوي حيفحم. معك حق. وباربي كانت قاعدة بتعمل كروس ستيتشنج. انا زعلت من باربي صراحة. باربي ليش قاعدة على اللابتوب على البي سي؟ اصلا ما جبنا لك، جبنا لداستن. خليها تحضن وتحكي له الحمد لله على السلامة، تعتذر منه لانه هي ما انقذته او ما لحقت تنقذه. مش ما انقذته لانه ما بدها تنقذه، بس هي ما لحقت مسكينة يعني. هي كانت مش منتبهة، سرحانة في خيالها. بس شمت الريحة اجت. اسفة داستن. كيوت داستن، كتير كيوت. تخيلوا اعمل بريك اب، دايما بكون هيك. اي اشي احمر بلفت النظر سبحان الله. بس اشوف اي اشي احمر بكون رايحة بالموس لعنده. بعدين بتذكر انه اوه هاي بريك اب. بختم يحكوا عن الشغلات هاي اللي بتخلينا نعرفهم اكتر، نتعرف على شخصياتهم اكتر. قرقر 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 قرقر. بس بحكوا. ايش في؟ ليش عصبتي انتي؟ الرومانس عندها لباربي صار ليفل 2 واجا الميل. ودستن راح ينام. دستن بده يروح الحمام كمان. المفروض يروح الحمام بعدين يروح ينام. اتوقع صار في عنا اشي جديد في الريليشن صح؟ هذول انون انا بدي اشيلهم عشان هيك خليتهم يحكوا مع بعض. بس برضو انون دستن كتير بحب المرجحة. يا حبك للمرجحة يا دستن. حبيت كيف تعمل قلب. بس شفتوا سمزات بيعملوا قلب زي زمان، مش زي تبعون هلا هيك. هذا القلب الغريب العجيب اللي ما حدش بيعرف يعمله اصلا بيطلع مش حلو. هذا القلب احلى. خليها باربي لا داستن خليه واخ داستن يروح ينام. باربي روح اعملي تند للطاوله عشان تبيعي الضفادع، لانك انت ما عملتي كراس ستيتشنج جديد او ما خلصتي الاشي اللي كنت تعمليه كراس ستيتشنج. داستن انت روح الحمام وروح نام ارجوك. وين رايح؟ شو عم تعمل؟ اتوقع انه بركض، راح يعمل رياضة يعني. بس بتبيع معانا. لا هو راح عشان عنده شغل. اوكي معزوم على مناسبة عشان هو انفلونسر وهيك يعني. اتوقع انه انفلونسر، ناس بحفلات وناس بتشتغل. هي عزيز هذا اجى مع الباك الجديدة. بيحكوا انه هو يعني كمعلومات عنه لهذا السن الريليشن شيب تبعته مش تمام، بس هو شخص غني. اوكي تند للطاولة. شايفين ربع مخلصة من هذا الكروس ستيتشنج. صار معنا 375 بعد ما كان يعني ما بدي احكي لكم يعني كيف كان وضعنا، انتوا عارفين. طيب هدول اللي مش كاملين رح اكملهم لانه حيجيبوا لنا فلوس اكثر اذا كملناهم. البسه بردانه بتقول لي انا بردانه، روحي شغلي لي شيء يدفيني. اودع لك الغاز. راحت باربي تكمل كروس ستيتشنج وتبيعهم. وين رايحه؟ باربي هاي ام تصوري الديت تبعك 7 مرات. قلت لها حبي ليس للبيع. ما حدا عم بيشتري. داستن كمان شوي بدا شغله بالتمثيل. حلو النيت تبعته كتير كويسة، ممتاز. رح نرجع نعمل تنت تابل وخلي داستن يروح على شغله. بس بعدها بردانة. يا حبيبتي طب فوتي جوايا بسبوسة. يا حلام زعلانة البسة. باربي واقفة مع حالها هيك
تحكي يا جماعة تعالوا اشتروا هوبس. باربي النز تبعتها صارت وي، فمضطرين ننهي السيل ونروح نحاول، انه البيت كتير خربان، كتير فيه شغلات بدها تنظيف، بدها رعاية، البسة بردانة، محتاجين والله انه نجيب شغلات منيحة للبيت. دستن اهلا وسهلا. اوكي راح فلوسنا لانه صلحنا الغاز. بس دستن انت ليش ما جبت فلوس طيب من الشغل؟ هو ما راح الشغل، هو كان عنده performance يعني اداء، يعني تجربة اداء، وبعدين حيجيبوا له شغل. اوكي اسفة ظلمتك والله، لازم يحسن الفتنس والكاريزما عنده. باربي كيوت، وهي حتى البسة كيوت، هناك كله كيوت، هاي الجيم بلاي كيوت. انا كتير حابة فكرة باربي وهي الشغلات، بس ما بعرف اذا انتو حابينها. هل السيناريو اللي احنا ماشيين فيه عاجبكم؟ هل انه محتاج تغيير؟ عندكم افكار للديكور للبيت للالوان؟ نغير اشي بالتريت تبعونهم، شخصية داستن؟ اذا في عندكم اي افكار احكولي يعني، عشان انه نعمل شغلات جديدة مع بعض. في كتير شغلات بلعبة سيمز بشكل عام انا ما جربتها ولا مرة، مثل انه يكون في عنا حورية، ويرولف، ساحر، فامباير، كل اكلات هدول ما انا ما جربت اشي منهم. حتى العيشة في البلدان هاي اتوقع انه ولا مرة عشت بسولاني، ولا مرة عشت ب المدينة تبعت الصحراء، مدينة الفامبيرز. هذول الاثنين الصحراء والفامبيرز بحسهم كتير كئيبين بصراحة. سامعين صوت المطر؟ صوت المطر بجنن. زمان وانا صغيرة كنت العب هارفست مون على بلاي ستيشن 1، لسه ما كان نازل غير بلاي ستيشن 1 اصلا. ف بهارفست مون الكاركتر تبعتي الصغير هيك هو تشيبي، كنت اظني اسميه رامي، ليش رامي ما بعرف، بس هيك كان شكله يوحي انه هو رامي. فالتشيبي رامي كان ينام، كان فيه هيك ايام للمزرعة، فلما ينام يصحى وهو لسه بالتخت كنت اسمع صوت المطر، احكي اوه يعني هذا اليوم رح يكون يوم حلو في المزرعة، صح تكون المحلات مسكرة، الناس نايمين، ما بقدر اعمل ولا اشي، بس كنت اضلني اتمشى هيك بالمزرعة وادخل على بيوت الناس. فكرة اني ادخل على بيوت الناس اللي عايشين في المدينة واشوفهم واحكي معاهم كانت تعطيني هيك شعور حلو، دافع، عيلة، هيك كيف كنت بكونوا قاعدين مثلا عندهم اكل، عندهم حدا، بكون في حدا مثلا ماشي في المدينة بالأيام الطبيعية، ما بتكونوا بتعرفوا مين أهله هيك، لما تدخلوا على بيت وبتشوفوا أمهم، أبوهم، إخوانهم، إذا عندهم أخ صغير، ابنهم. بحب أنا الأجواء البيوت بشكل عام، بحب أفوت على مباني وهيك وأحس بالمشاعر اللي بتعطيني إياها هاي المباني، لأنه هي مش مجرد حيطان، هي مشاعر. أها هيا حاسة إنه دستن اللايف سيفر تبعها، حلو، كتير متأخرة كتير باربي حبيبتي. خليها تاكل وتلبي النيتس تبعتها كتير منيح، وتبيع السجادة. بس ايش بدها؟ ليش بتموي؟ ممكن بتغني. واحاول انه اعمل سيرة جديدة، لانه بيتنا محتاج فاير بلاس بصراحة، يعني عم بيجي هلا الخريف باللعبة زي ما هو خريف عندنا بالحقيقة، ودنيا كتير برد عندهم اكيد هلا، البيت خصوصي انه فاضي فاكيد بارد. تخيلوا بيت فيه بس حيطان، شباك، شبابيك ما لهم ستاير، وارضية، اكيد متجمد البيت، فمحتاج دفى بصراحة، ومليان غبر البيت. هاي طيب شو بدك منا؟ روح اعمل اللي بدك يا حبيبتي، ايش حياتك؟ باربي عم تعمل كروس ستيتشنج؟ على المرجيحة يا اختي، البسبوسة بتغني لنا، والله اجواء حلوة. باربي والبسة ودستن عيلة كيوت، يمكن الشمعة تدفي لانها شمعة كبيرة، ما بعرف، ممكن لو غيرنا لبسهم لبسناهم جاكيتات مثلا. هاي داستن لابس جاكيت اوريدي، لابس هودي مش جاكيت. كروس ستيتشنج از لايف، والله باربي بتحب الكروس ستيتشنج، حلو. باربي هاندي كرافتي، بتحب الشغلات اليدوية. في كلمات هبلة احيانا تسقط مني سهوا، بحاول انه اشيلها بالمونتاج، بس احيانا بحاول اخليها موجودة لانه بحب فيديوهاتي تكون عفوية اكتر من انه تكون رسمية. بعرف انه احيانا بعكس شخصية جامدة، بس هو انا يعني على الطبيعة مو هيك، انا فرندلي كتير، بس بستحي وبكون هيك عندي يعني شوية قلق انه الناس تفهمني غلط، لاني ما بحب حدا يفهمني غلط،
ما حدا بده يشتري؟ كبس المطر علينا، وباربي جوعانة ومصدعة شكلها، ماسكة راسها وماشي مش عارفة ليش. صوت البرق والرعد بجنن، صح بخوف بس حلو، هذا الرعب الحلو. زي الناس كيف تروح على الملاهي عشان الأدرينالين وهيك. أحلى إشي المطر. أنت يا دستن وين رايح جاي رايح جاي يا حبيبنا؟ شوي بركض وشوي أبصر شو بعمل. بنظف البيت، معقول بنظف البيت؟ بدي أعمل شلتر عشان أخلي باربي تبيع بس بدون ما تتبلل، فرح أمد شوي من من الروفينج وأعمل أعمدة. صح فلوسنا قلال يعني، بس بكفوا إنه أعملها مكان، وكمان حتى عشان يكبوا الزبالة حرام يعني يروحوا على مكان. صح يمشوا بالمطر قبل ما يوصلوا للزبالة، بس يعني أحسن من ولا إشي. إحنا لازم نعملهم أرضية كاملة مضللة، بعرف لازم يكون في عندهم أكسس لبرا من باب تاني، من باب قريب. بس حاليا مش حابة إنه أغير كتير على البيت عشان بدنا فلوس. باربي بتعمل كروس ستيتشنج، البس نايمة على الطاولة ودستن قاعد معاها. شايفين هاي الفايبس اللي بحكي لكم عنها، هيك الدفة تبع العيلة، خصوصا الخياطة وهاي الشغلات اللي كانوا الناس يعملوها زمان، تعطي مشاعر كتير حلوة. لهون يا أصدقائي بكون خلص فيديو اليوم، بتكونوا حبيتوا، تكونوا انبسطتوا. إذا في عندكم أفكار، اقتراحات أو شغلات جديدة حابين نجربها مع بعض، اكتبوا لي إياها. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، إلى اللقاء يا أصدقائي. ها قد مضى في سلام يوم كباقي الأيام.